ذكرتم شروط للتوبة شيخ صالح، حبذا لو تفضلتم بتذكير إخواننا بهذا، جزاكم الله خيرا. ذكر أهل العلم شروط التوبة ولا تزال تكرر في هذا البرنامج. الحمد لله. شروط التوبة ثلاثة. أولا ترك الذنب وما يعبرون عنه بالإقلاع عن الذنب. نعم. فلا يتوب الإنسان بلسانه وهو باق على ذنبه، يعني يتركه. الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه، فإن كان في نيته أنه يعود إليه بعد فترة فهذه توبة غير صحيحة لأنها توبة موقفة، ولا بد أن تكون التوبة مستديمة لكل الحياة. الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه، أن يندم على ما حصل منه من الذنوب، فإن لم يندم فإن توبته غير صحيحة. وإذا كانت وإذا كان هذا الذنب بينه وبين الناس بمظالم للناس عنده من مال أو عرض، فإن مع هذه الثلاثة الشروط شرط رابع، وهو أن يؤدي الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها ويستسمحهم. جزاكم الله خيرا.